مجلس الوزراء صوت على جداول الموازنة العامة وأحالها إلى مجلس النواب. ماذا بعد؟ ماذا عن الخطوة التالية؟ طبعا هي ليست جداول فقط، هي عبارة عن تقديرات على أسس علمية لجميع البنود التي يمكن انفاقها من خلال نفقات تشغيلية أو نفقات استثمارية. حاليا الجداول رفعت سقف الانفاق إلى 228 تريليون، بمعنى أن وزارة المالية كانت تمتلك موارد إضافية لم تكن ظاهرة ضمن تقديراتها الأولية للموازنة الثلاثية، عمليا 30 تريليون إيرادات غير نفطية من خلال حكومة السوداني تستهدف الحصول على هذا الرقم، وكذلك عملية زيادة الإيرادات خلال 2023 عن التقديرات السابقة، وبالتالي تحويل الفائض المدور إلى 2024 كمرونة مالية لتمويل هذه النفقات. طيب دكتور صفوان، اللجنة المالية قالت إن الإقرار ربما سيستغرق شهر، هل توافق على ذلك؟ هل هي مدة معقولة؟ الحقيقة يعني لا أعتقد أنها ستستغرق هذه الفترة الزمنية، لأن الموازنة السابقة كبنود تم تشريحها ثلاثية، فلن تأخذ حيز من المناقشات البنود القانونية، فقط الجداول التقديرية، زيادة تخصيصات المشتريات الحنطة، مسألة تمويل الأقاليم والمحافظات المحررة وكذلك المحافظات ذات الفقر العالي، يمكن إعادة النظر بآلية تمويل هذه البنود، كذلك تحويل قسم من المشاريع الاستثمارية الغير ممولة من وزارة المالية في 2023 كفرص استثمارية من أجل السماح بمرونة مالية للتمويل المشاريع القائمة وإكمالها، خاصة التي ترتبط بحياة المواطنين. أيضا استقرار سعر الدينار، استقرار أسعار النفط وبيعها بأسعار أعلى من $70، تعطي للمالية مرونة في تمرير هذه الجداول المرفقة. نعم، وعلى سيرة ذلك دكتور صفوان، يعني اللجنة المالية قالت أنها ستدعو الحكومة لزيادة إيراداتها غير النفطية لتحقيق التوازن المالي المطلوب، اشرح لنا أكثر هذه الجزئية لو سمحت. يعني حاليا حكومة السوداني تستهدف 30 تريليون خلال 2024، نتوقع أن نظام الإصلاح الضريبي سيأخذ حيز التنفيذ، وكذلك السيطرة على المنافذ الحدودية وإنشاء حساب الخزينة الموحد سيرفع من الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة. أيضا مسألة الشمول المالي وتتبع حركة الدينار وإمكانية إعادة هيكلة بعض الوزارات الاتحادية لكي تكون وزارات منتجة، وترشيد الإنفاق الحكومي وتحويله إلى خدمات حكومية ذات قيمة. أيضا وزارة الصناعة بالفترة الحالية نجحت في إبرام عقود استثمارية مع جهات دولية وتحاول تخفيض تكاليف التمويل من وزارة المالية بما لا يقل عن 9 تريليون دينار. فالإيرادات غير النفطية أعتقد أنها ستنمو خلال هذا العام، كلما أدارت الحكومة هذا الملف وأيضا استرداد جزء من أموال الفاسدين كلما وصلنا إلى الهدف 30 تريليون كإيرادات غير نفطية. ذكرت دكتور صفوان قبل قليل ما يتعلق بحياة المواطنين، وهنا أسألك، يعني التصويت على هذه الموازنة إلى أي مدى وفي أي جوانب هو بالفعل مرتبط بالحياة اليومية للمواطن العراقي؟ يعني حاليا الحكومة يعني خاصة على مستوى الاستقرار الاقتصادي تحتاج إلى تمويل منتظم بمعدل 20 تريليون شهريا، هي تأخرت في إرسال هذه الجداول لمنتصف السنة الحالية، فالنصف الثاني من هذه السنة يحتاج إلى التسريع بالتمويل. كلما كان هناك استقرار في التمويل بين 10 إلى 15 تريليون شهريا، كلما كان هناك نمو في القطاع الاقتصادي الخدمي والإنتاجي، وكذلك إمكانية أن يكون للاستثمار نظرة مستقبلية إيجابية لقدرة الحكومة على التمويل،
تخفيض استيراد المشتقات النفطية يحقق وفورات للحكومة بما لا يقل عن مليارين دولار، وكذلك مسألة الربط الكهربائي سيحفز القطاع الصناعي على التنمية. فهناك مجموعة من المشاريع التي تحتاج إلى التمويل، يمكن من خلال الاستقرار المالي أن نساهم في طمأنة القطاع الخاص النظامي للاستثمار، وبالتالي خلق فرص عمل للعراقيين وتحويل جزء من البطالة إلى فرص عمل منتجة، ومحاكاة حياة الفقراء من خلال الرعاية الاجتماعية. وبالتأكيد منهج التنمية سيكون لنا هو الأداة اللازمة على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، هو الأداة اللازمة لتحويل شكل الاقتصاد العراقي. لا نزال أمام تحديات متوسطة وطويلة الأجل، لكن أصرار حكومة السوداني على التنمية ستدعم حل مثل هذه الإشكالات، وكذلك سياسة البنك المركزي في ثبات قيمة الدينار العراقي والمبادرات التي يمكن أن تدعم الموازنة من خارج الموازنة ستساهم أيضا في خلق تنمية مستدامة. شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي من بغداد.